لقد مني الهادي على ظلم جعفر، لقد مني الهادي على ظلم جعفر، لقد مني الهادي على ظلم جعفر بمعتمد في الجوره والجراوئم، أتاحت له غدرا يدا متوكل ومعتمد في الظلم غاش وغاشم، وأشخص رغما عن مدينة جده إلى الرجس إشخاص المعادل مخاصمه، وعاش بسامراء عشرين حجة، وعاش بسامراء عشرين حجة يجرع من أعداه سما أرى ماقمي بنفسي مسجونا غريبا مشاهدا ضريحا له شقته أيدي الغواشم، بنفسي مسموما قضى وهو نازح يجرع من أعداءه جم المهاضم، فهل علم الهادي إلى الدين والهدى بما لقي الهادي ابنه من مظالمه، وهل علم المولى علي يا علي يا علي يا علي, يا علي، وهل علم المولى علي قضى ابنه علي له بعد هتك محارمه، وهل علمت بنت النبي محمد رمتها العادي في ابنها بالقواصم، نصب يا زهر لابنك الهادي عزيز مسموم، يا زهر ترى ضاق المني، ليتك يا زهر اليوم حالة تنظرين فوق الفرش نايم وهو يجذب ونينا، وأولاد يا زهر عن شماله ويمينا، وأن يطوح وجور وأن خفي، ليتك نظرتين الإمام العسكري نوح الدمع من عينه يم حسين مسفوح ويصيح يا ابويا يا ريت مني راحت الروح بعدك يا ابويا مظلمه يا الدنيا علي، ولا البتولة تصيح أدري بالجرى وصار كل ما على ولادي يصير تجيني أخبار، وقلبي يشيع من المصايب يشتعل نار، وليلي أوين واصيح بنهاري والعشي
وما ادري يشي علي مصيبة في الدمعي لابكي الغصب حقي لو ابكي الكسور والعين لابن يا خلق الله على المسموم انعي ونابن على اللي ذبحوا في الغاضر جملات مصايبهم عظيمة تفت الاسخو مسموم هذا وذاك ضايع وسط البر وعظام مصايبهم مصيبة يوم احسن داست فوق صدر الاعوج ولا ولا ومنهم بسامراء ومنهم في خراسان ومنهم برض طيمة ومنهم برض كوف وعظام علي مصيبة المذبوح أعظم مصايبنا علينا الذبحة تحس ولا ولا ما حطيت فاتحة يا أم حسين اليوم قالت حطيت الأولاد عزية وسط القبور ونسيت ضلع اللي بصير وابكي على أولادي ذبايح يوم كل المصايب هونتها مصيبة ويلي لكن يا زهرة قومي هاليوم يا المحزون شوفي عزيزك مرميه والسم غير ما مات منهم ميت في الدنيا موتة عين إلا بسمو هذا مرمي ولا حد شاء الملا عند بيت يجرح القلب يأذيه يقول انشدك انشدك والشهيد حسين منه الشال جثمان ومنه نزل وقبره ومنه فصل اجفاني 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 وزينب وقفت تنخي لاخوها تريد دفاني ولن الخيل يا ويلي على صدرك.